قال شيخ الإسلام زكريا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف أو أبتدئ تأليفي. والباء للمصاحبة ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره، أو للاستعانة نحو كتبت بالقلم. فهذا مقطع دخل بعده في قضية أخرى، وهي أن اشتقاق الاسم من أي شيء، هل كلمة الاسم مشتقة من وسم ولا من الوسم، على خلاف الكوفيين والبصريين في المسألة. فهو هنا في هذا المقطع الذي شرح فيه متعلقات البسملة، ما معنى أن يورد البسملة في أول كتابه؟ أحد احتمالين: أنه أراد أن يبتدئ التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى تبركا، أو أنه أراد أن يبتدئ التأليف مستعينا باسم الله كما يستعين الكاتب بالقلم. فتلخص أن الباء عندهم إما أن تكون للمصاحبة أو للاستعانة. ثم اتسع النقاش بين العلماء في ترجيح أحد القولين، وانتصر صاحب الكشاف الإمام الزمخشري رحمه الله إلى أن الباء للمصاحبة، واستدل لها بخمسة وجوه. وزاد الشارح هنا أو المحشي وجها سادسا، وانتصر آخرون لقضية كون الباء للاستعانة، وانفلقت عندهم مسالك واستدلالات وقرائن ووجوه ترجيح نظرا لما خدم به العلم على طول الزمن عند المسلمين. يعني عندنا 1000 سنة، 1400 سنة من أجيال العلماء المدققين النظار المتبحرين في العلوم، والذين فرغوا من تشييد القواعد الكلية الكبرى للعلم، ثم انثنوا بعد ذلك إلى فرعياته، ثم إلى جزئياته، ثم إلى جمالياته، ثم إلى تحرير عبارته، ثم إلى الترجيح ما بين الاحتمالات الواردة على تحرير عبارته، ثم إلى مناقشة وجوه الترجيح ما بين تلك الصور والاحتمالات، إمعان من وراء إمعان، وغوص من وراء غوص، وتدقيق من وراء تدقيق، لأن العلم لم يخدم عندهم في جيل أو جيلين فقط، بل مر العلم عندهم على أطوار. الطور الأول نشأة العلم، كقول الخليل بن أحمد إنه ألف النحو لقول سيدنا علي بن أبي طالب: الكلمة اسم وفعل وحرف، ثم انح نحو ذلك. فهذا أول اكتشاف للعلم، أول لمحة في التاريخ برز فيها هذا العلم. يلي طور الاكتشاف طور النشأة، حينما يبرز العلم عرضا ثم يلتفت العلماء إليه التفاتا مقصودا، فيشرعون في تأصيل أصوله وتمهيد قواعده واستخراج أسسه. فأول شيء اكتشاف العلم، ثم نشأة العلم، وفيها تؤصل الأصول وتوضع القواعد وتستقصى هذه القواعد حتى لا يغيب منها أو يشذ منها شيء. نمرة 3 اكتمال العلم، نمرة 4 تقريب هذا العلم وتلخيصه، نمرة 5 التدقيق في كيفية التعبير عنه، نمرة 6 ونمرة 7 ونمرة 8 أطوار من وراء أطوار. فبدأوا أولا، أول ما برز
علم الأصول مثلا في أيام الصحابة، الاكتشاف، كلام ابن مسعود في أن آية كذا تأخرت عن آية كذا، وأن أننا نعمل بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو الالتفات إلى قواعد الترجيح وأبواب الناسخ والمنسوخ، والنظر إلى قواعد ترتيب النصوص وتركيبها والاستنباط منها، اكتشاف العلم، ثم نشأة العلم، ثم اكتمال هذا العلم باستيفاء قواعده، ثم الانتقال إلى تلخيص هذا العلم وتحريره وتقريبه، ثم الانتقال إلى التدقيق الفائق في التعبير عنه وصياغته. فيأتي إنسان قليل الخبرة ويقول طب أنا إيه اللي أنا هستفيده من العلم أن الباء فيها تسعة أوجه، أو أن في إعراب الرحمن الرحيم تسعة أوجه؟ أيوة، ما هو هذا مسبوق بمراحل من خدمة العلم، وما وصلوا إلى الوقوف عند هذه التدقيقات إلا بعد أن استفرغوا غاية الوسع في استخراج أصوله وتأصيلها وفي تتميم بحوثه، ثم في اكتمال العلم، ثم في تلخيصه وتقريبه، ثم في كيفية التعبير عنه والتدقيق في صوغه. إذن لابد من أن تتركب عندك هذه الأمور على هذا النحو، أن هذا العلم خدم على مدى أجيال بأطوار متعاقبة من التحرير والخدمة والإنضاج بعد استخراج العلم والالتفات المقصود إليه. فالباء للمصاحبة أو للاستعانة. واقتضب شيخ الإسلام زكريا هذا المبحث، وإلا فإن غيره من أصحاب الحواشي والتقارير قد أملوا صفحات طوال في بيان كونها للاستعانة أو للمصاحبة والترجيح ما بين هذين القولين، إلا إنه لكل مقام مقال. قم في الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخش عمليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، واخش عمليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.